الإعلام العربي يا دكتورة ليلى. صباح الفل على حضرتك يا دكتور، ده كتير والله. والله أنت تستحقي، وكما قلت لك أنت قامة وقيمة. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. هذا ما أقرره. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك يا دكتور نادية بتتحدثي عن موضوع التفاعل. أيوه. موضوع التفاعل حضرتك، قديما كان الإنسان كان إنسانا متلقيا، أما الإنسان فهو إنسان مشارك بما يقصد التفاعل اللي حضرتك بتتحدثي عليه. وحضرتك التفاعل ده أصبح جزء من إيه؟ من صناعة القرار. صحيح. ولذلك اي مسؤول النهارده قبل ان يتخذ اي قرار لابد ان هو يعمل ما يسمى دلوله الاختبار. ان يطلق هذا الايه ما يريد، ثم ينظر الى رد الفعل عليه، ثم يتخذ قراره بناء على هذا. صحيح. التفاعل يا دكتوره ناديه هو حضرتك يعني شيء جميل، لانه حضرتك يعني ايه يعني يجعل القرارات يعني تكون ايه صحيحه، وتكون يعني ايه وفقا لرغبات الايه ما تقدم له عن تلك القرارات. يعني اذا حضرتك المسرح اللي حضرتك هتسعدينا بيه زي ما قلت لحضرتك بعد قليل. فدي خير رد يعني مثلا ايه للنجاح او عدم نجاح هذا العمل الفني او المسرح يعني. ما هو زمان كان المسرح بيتميز. اتفضل يا دكتور. خلال برنامج حضرتك المسموع هذا، وانا بعتقد ان البرنامج سيحظى باكثر كميه استماع من خلال الاذاعه المصريه. يا رب يا رب. يا رب يا دكتور. من حضرتك اللي هي يعني ايه عمليه يعني حلقه توعويه عن خطوره وضع البيانات الشخصيه او المتعلقات الشخصيه على الايه على الناس. صح، مع حضرتك حق. حاضر يا دكتور. لان حضرتك كسرت القضايا الكثيره والمشكلات العظيمه بسبب هذا الموضوع. صح، مع حضرتك حق تماما. يا ريت حضرتك تخصصي حلقه ان شاء الله، وانت برمي يعني بمنبرك مسموع وتركي التاثير عند المستمعين. بشكر حضرتك والله يا دكتور. حاضر ان شاء الله، هيكون في الخطه القادمه حمايه البيانات الشخصيه. الله يبارك فيك يا ان شاء الله. والله يعني انت يعني انسانه يعني الكل يحبك ويستمع الى رايك الجميل. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، كتر خيرك، اسعدتنا يا دكتور. صباح الفل يا دكتور، اسعدتنا، بشكر حضرتك.